يا واتساب الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. نهار جديد، هذا فيديو خفيف ظريف غادي نحطو دغيا. بغيت نجاوب واحد الدري في واحد الكومنتار حطوا لي في واحد الفيديو، والدري في اليوتيوب شانل ديالو ولا ما عرفت الاسميه اللي كاتب مكتوبه فيها باور. سو داك الفيديو اللي درتو كنت درتو على المنتوجات الاساسيه والغذائيه وداك الشيء، اسمحوا لي، وكنت كنشرح بشحال كناخذوا هذه وبشحال كناخذوا هذه وهذيك وهذيك وحوايج بحال هكا. سو في الكومونتير ديالو كتب ليا اخويا انت برك تخاف علينا، برك علينا حق هادي وهادي، كنتو ما عندكم طوموبيلات ارخاص، المازوط رخيص وهادي رخيص، وكتخلصو مزيان لما عجبك الحال رجع وهادي. راه خويا راك انا واقيلا ما وصلتش الميساج مزيان، واقيلا ولا ما فهمتينيش انت حاجه، فهمتي وحده فيهم اللي انا من داك الفيديو راه بغيت نقول. راه المعيشه راه ما غاليهش هنا مقارنه مع الصالير. راه حيت اخويا باور، غادي نعيط لك بباور، حيت راه بزاف ديال الفيديوهات اللي كنحط بنادم كيدا عليا انتما عندكم المعيشه غاليه وهادي وهادي. انا راه ما عييت، ما بقى ندير دوك المقارنات ديال حقا هنا غالي في المغرب رخيص هنا رخيص. راه شوف الصالير وشحال كتتقدى المواد الاساسيه وداكشي اخويا في الميريكان، غنقولها لاخر مره وما غنعاودش نقولها مره اخرى، هذه اخر مره نقولها. شوف في الميريكان كتخدم كتخلص مزيان وكل شيء، هذوك المواد الاساسيه وداك الشيء راه ما كيكونوش مشكل كبير. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل. راه تقريبا الخدمه ديال النهار كندوي على راسي، الخدمه ديال النهار هي اللي تقريبا كتشري لك المواد الاساسيه ديال الشهر كله. يعني اللي بغيت نقول لك المعيشه هنا راه ما نقولش لك رخيصه وما نقولش لك غاليه، ولكن بالنسبه لي انا عادي، انا بيس اند لوف. حيت في المغرب كنت نتخلص ب 2000 درهم اخويا للشهر، راه كنت كتخسرها كلها على المواد الاساسيه. هنا لا الحمد لله، نهار ديال الخدمه راه يومين ديال الخدمه الى طرتي 3 ايام نقولوا الماكس، راه كتربيو الماكله ديال الشهر كاملين. يعني اخويا باور سمعني غنقولها لك اخويا، اخويا المعيشه هنا راه ما غاليهش. ما ندوي مع حتى شي واحد، شي واحد ينقز يكتب ليا حق انتوما راه عندكم هذه غاليه، دبر كله ويدبر راسو. انا كندوي على راسي، المعيشه في امريكا بالنسبه لي انا خويا رخيصه. داكشي اللي كنشد كنخلص منه الكره، كنشري منه المواد الاساسيه، كنتكسب منه، كنصيفط مالي للدار، وكيشيطوا لي فلوس، اللهم بارك وزيد في ذلك. هادشي اللي نقول لك، حتى شي واحد ما يجي الكومونتات يبدا عليا ناري خويا نتايا بدا تقول لينا المغرب وبنادم، دبر راسكم كله يدبر راسو. انا كندوي على راسي وكندوي على الحالات ديال المغاربه اللي كنعرف انايا. معيشه في امريكان بيس اند لوف، الى لقيتي كدير جي الله يسهل عليك، جي جي الله يدير تاويل لكل واحد باغي يجي لميريكان، الله يسهل عليه انه يجي ويخدم ويدير داكشي اللي بغا. انا بالنسبه ليا انا يا خويا باور، تقول لي رجع للمغرب ولا ما عجبكش الحال، ما رجعش للمغرب اخويا، واخا ما عجبنيش الحال علاش نرجع ندير في المغرب اصاحبي، نبقى مضاربه مع وريفر مع الكراراس ومع شي تخربيق، ما عنديش علاش ندير داكشي. صافي اخويا باور، ان شاء الله يكون الميساج وصل لك. راه مريح باغي تفرج في السيتي وانا نشوف الكومنتير ديالك، راه كتبت لك كومنتير تما، ولكن قلت الله يسهل غادي ندخل وغندير الفيديو باش نوصل لك. حيت صراحه حسيت كيفاش كتبت لك ميساج ما عجبكش الحال، صراحه ما عجبكش الحال، ولكن والله يا خويا راه غير ما وصلتش، واقيلا انا ما وصلتش الميساج مزيان، وواقيلا قلت شي حاجه في ذاك الفيديو اللي خلاتك تفهم باللي انا قلت راه المعيشه غاليه في ميريكان. اخر مره معيشه مزيانه في ميريكان بخير، الحمد لله، الحامدين الشاكرين، حمدناك يا ربي وشكرناك. وهادشي اللي كاين اخويا، فيديو فيه 4 دقائق، بيه فيه خفيف ظريف. الله يعاونكم الدراري، تهلاو ليا في رياضكم.